Société des homosexuels. C'est ça le projet du Diabo. Non, non, c'est de la réalité. 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 Donc, Inch'Allah, quand on tombe à Richard Arnold, on a ce qu'on a dit, Inch'Allah. On a joué le ta'ab. On tombe à l'échelle, on tombe à Inch'Allah, je suis le jeu de et ce que je suis le jeu de l'échelle. الخوف من التغيير قلنا النظام الحالي السلطة الفعلية الحالية راهي تلعب على هذا الخوف هذا راهي تقول للشعب لازم نروحوا للانتخابات الرئاسية باش ما يكونش فراغ باش من بعد هكذاك لو كان نكملوا هكذا نروحوا للحيط ما لا يلزم تمشيوا معنا في المسعى تاعنا في خريطة الطريق تاعنا يعني نروحوا للانتخابات الرئاسية بينما الواقع هو خلاف ذلك علاش من 2013 والجزائر تسير بلا رئيس من 2013 بلا رئيس يعني بسيفة ملموسة يعني من بكري احنا بلا خطر علاش الرؤساء اللي فاتوا كامل يخدموا للعصب تاعهم وراحوا ما يخدموش للشعب الجزائري ولكن من 2013 يعني اصبح عدم وجود رئيس ولو كان غير شرعي ما كانش الى يومنا هذا اذن انا صح غدوة تنجح الثورة واش رايحين نديروا حاجة بسيطة جدا لانه علاش النظام راه كان واحد الطرح في بداية الحراك بين يا هل ترى نروحوا لمرحلة انتقالية والله الرئاسيات وكذا يعني مسار انتخابي والله مرحلة انتقالية الطرح في البداية كاين ربما نقدروا نقولوا ماشي أغلبية لكن نسبة لا بأس بها اللي كانت متخوفة من المرحلة الانتقالية مع تعنت السلطة ايه رأيت تعنت ولازم نروحوا بدا الشعب يفيق يقول كانت السلطة دي راهي تحوز على مسار انتخابي معنى ذلك باش ترجع المكانة تاعها في الاول خاصة درك خاطر لو كان فشلوا في الثورة هذه راحت علينا ما نزيدوش نرفضوا رسالنا منا على 30 سنة على الأقل إذا السلطة راهي تلعب على هذا والشعب الجزائري بدا يفيق يقول إيه صح إذا احنا باش نغيروا الأمور جذريا لازم نروحوا لمرحلة وإحنا رانا نعيشوا مرحلة انتقالية وعلاش دوك واش رانا في لا ديزوبيسيون سيفيل خاطرنا كانش نديروا كيما نحبوا ومرحلة انتقالية بأتم معنى الكلمة إذا بدا الشعب الجزائري يفيق باللي معليش نوصلوا هكذا باش نبنيو بناء صحيح ومن بعد كي نبنيو بناء صحيح واش هو؟ يعني يكون دستور نابع من الشعب، الشعب هو اللي يدير الدستور، ماشي هما اللي يديروه كما يحبوا على المقاس، سور ميزور، الشعب اللي يدير، في الدستور تكون فيه مؤسسات، نبداو في بناء المؤسسات، واش هي المؤسسات؟ نبداو في السلطة التشريعية، البارلمون، تكون نابعة من الشعب، البارلمون يكون نابعة من الشعب تاع الصح، السلطة القضائية، تولي سلطة قضائية بأتم معنى الكلمة السلطة التنفيذية يكون الشعب هو اللي يفوت عليها إذا هنا تكون مؤسسات شرعية كي تكون مؤسسات شرعية رايحة تخدم من أجل المواطن والوطن في هذه الحالة المواطنين رايحين يتنظموا من جديد يعني رايحين يأسوا أحزاب في ظل التغيير يأسوا أحزاب يديروا أحزاب وأحزاب بأتم معنى الكلمة يديروا جمعيات يعني يكون عندنا مجتمع مدني بأتم معنى الكلمة وتما تكون برامج كل حزب يكون عنده برنامج يقترحه على الشعب والشعب يختار كما قلت لكم في الأول أنا جيت البارح من تونس بدأوا في الحملة الانتخابية تاعهم لانتخاب رئيس الجمهورية واحد غير والله واحد تونس يا عجب تونس هذا البلد الصغير اللي ما عنده لا إمكانيات لا والو وصلوا لواحد درجة في هذا الخصوص يعني وين الشعب ما كانش كل المترشحين يوقفوا في التلفزيون أمام الشعب كل القنوات تجوزهم في مناظرة دي ديبا أونتر كونديدا هيا شكون اللي يقنع الشعب باش يفوت عليه هو سيتون بروميير قانون والعلم قانون فوق الجميع والعلم بيان سور صح
تفضل مبروك. سؤال استاذ، هذا السؤال تاعي راح يكون مطول فيه بزاف. استاذ، واش هي الاليه اللي تشوف انت فعاله باش تحمي الحقوق تاع المواطن حاليا شيخ، وان شاء الله بعد نجاح تاع التراث؟ الاليات اللي تحمي المواطن تحمي الحقوق، نولي دائما ذكرت لكم قلت لكم انه في الدستور الحالي ينص على ان السلطه التنفيذيه، تحمي المجتمع والحريات. كي نكونوا في ظل دوله ديمقراطيه، دوله القانون، يعني تحمي المواطن. هنا تولي العداله تحمي المواطن، في حقوقه وحريته، حريه التنقل. كي يحبسوك كي راهم يديروا دروك، تروح ترفع دعوة في القضاء تغلبهم، لأن الدستور يعطيك الحق التنقل. منعوك منه هذا غير قانوني غير دستوري. هاو تولي سلطة قضائية تخدم كما يلزم الحال، وبالتالي تفرض احترام الحقوق، تفرض احترام الحرية. هذا هو في ظل النظام الجديد اللي رايح الشعب الجزائري يبني. حاليا احنا في المواجهة، حاليا اننا في مواجهة مع بقايا النظام. هذا النظام حب يبقى والشعب قال لازم تروحوا. هاو المشكل وراه، رانا في صراع ولازم نكملوا في هذا الصراع حتى لازم ننتصروا على هذا النظام. هذا هو، ما كانش حل واحد. حكيم تفضل، معلش حكيم. استاذ السلام عليكم. ورحمه الله. رابيدمون برك، باش نزيد في بعض الاعتقالات. صارت هذا في الجمعه اللي فايته، انا واحد من الناس ضرب داخل فورك، ضربك بعض الشرطه ضرب، وعندنا واحد صديق مشي الجمعه هذه اللي فاتت حكموا به 9 فيهم الشرطه ضربوا به داخل فورك، جو فريك بعد كي تجيبوا الكوميساريا اونتا هما يبعدوك من عندنا، سوا ديروك الضراريه سوا شراكه سوا تلقى معامله اخرى، معامله بالقدر كل شيء. داخل فوركم يضربوا هذا الصديق، داروا له كسروا له ليكو، هذه وحده كسروا له الرقبه تاعو، داروا له كدمات سوا بالرونجاز، ضربوا بالرونجاز سوا. كي لحق الوكيل الجمهوري واش قال؟ سأم الوطن، كي راك تحكي انت اسمها جيت بالسياق تاع السيد وكيل الجمهوري، سأم كيف سأم؟ قالوا تسمح لهم نسمح لك. هو دار ان سلوغان، ما عرفاش واش من سلوغان. من حقه يدير واش يحب؟ من حقه يدير واش يحب؟ من حق الكوميسار. ما يمشيش برك، كاين حوايج ما يسمعش. بيان سور، الامور باينه، هذا واضح. ايوه هذا ما كانش. هاي كي لحق السلوغان، كي لحق الوكيل الجمهوري، قالوا تسمح لهم باش نسمح لهم. واش ما يعني ما لاباليش والله، يعني هذه الشهادة سياسية. على الصحة حكيم، خطير جدا، شيء خطير، احنا سبقوك واحد المستوى. حتى انا نهضرك على نفسي مثلا، انا كي كانوا يضربوا فيا اذا تسب هيئة نظامية، انا عندي شويه تلموش، عندي شويه ديكسبيريونس هكذا، عطانا شويه بن عربي درت له كيما هكا، هذا من حقه على بالي جمع حيحته قشي ثم نورمال عادي عادي تما شويه حقوقيين تعلمنا شويه من عندهم. درت له كيما هكا قلت له اسمع سبيتك، قال لي ما كيما اهانه هيئه نظاميه، كيف تقول اهانه هيئه نظاميه؟ كيما دير لي تهمه، بدير لي تهمه وما تسكت. كيهبطوني من الفرقو ما نكذبش عليك، كيهبطونا كاع من الفرقو معاملة وين يديو صراحة راه في الكوميساريات يديرون هكا، أما في الفرقو هذو اللي بنوا هذو اللي راهم يجيبوهم هنا يا أخي لا إله إلا الله ما نهضرش حاجة لبعض توجور توجور تعميم شر، ولكن يا أخي تشوف السيد هذا يعني كان معانا ولا ما على باليش انا كاش اسرائيلي يضربوا ولا كاش على باليش. السلام عليكم. شكرا. هذه الشهاده مليحه بزاف. وعلاش مليحه؟ لانه القانون ينص على كل اعتداء من طرف الامن، من طرف القوى العموميه بصفه عامه، يوقع الاعتداء على مواطن بهذه الطريقه تشكل جنايه. سيت ان كريم، جنايه يعاقب عليها القانون كجنايه.
وكيل الجمهورية هو يعرف واش داروا هاد الأعضاء هاد عناصر الأمن، أو على باله خاطر وكيل الجمهورية يعرف القانون، يعرف خطورة الأفعال اللي ارتكبوها. أما لا باش هاد يوضع حد، خاطر تجي صعيبة غدوة لو كان تكون متابعة تاع عناصر الأمن وكذا، صعيب لأننا رانا في هذا النظام. كان في دولة القانون شرطي ولا مش شرطي؟ اللي ساعة فيهم يضربوا فيه فين ساعة فيهم؟ ونقول لكم على في الفورغون، في الفورغون خطر واحد ما شافكم، بينما لو كان في الخارج ربما واحد يوثق هذاك الشيء، يعني صور والله كان شي حاجة تبقى غدوة، وهذه الجريمة هذه ما تتقادم بعشر سنوات. معنى ذلك لو كان غدوة يتبدل النظام وكذا، هذا الإنسان رايح يعاقب، راح يتابع ويعاقب. وإن شاء قبيل هدرت لكم على العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية ماذا بينا هذا السيد هذا يروح يدير ملف طبي، ماذا بينا يدير ملف طبي، إذا كان حب يدير شكوى والله يبان، إذا كان ما كانش يحتفظ بالملف الطبي هدايا. وإن شاء الله نهار اللي تنجح الثورة تاعنا السلمية تكون عدالة انتقالية، أعتقد ذلك، أعتقد باللي رايحين العدالة الانتقالية مثل هذه القضايا تعالجها العدالة الانتقالية. اي تدير تفضل انا نقول جيت صالح باصيت مع الجنابي الشباب تاع هذا الوقت، تكون مصلي راني مصلي، تكون منافق راني منافق، تكون ديوت راني ديوت، كيما تحير بهم. رانا نقول لك روح تروح دولة القانون فوق الجميع، ونما وقتاش يبقى جذر ما يحقر فيك، وقتاش يبقى البوليس مذلولو يحقر في العباد في خاوتو، وينما رايحين؟ وينما رايحين؟ دولة القانون فوق الجميع، دولة القانون على خلاص الهفات، انسبكتور دو بوليس طالكي والكي خلاص، رانا نقولوا دولة القانون، رانا نحوسوا على القانون، نعيشوا عباد، الناس نترباو، نوليو عباد. قادرني ونقدرك، كل واحد يعرف بلاصتهم، كل واحد يشم روحه واش يسوى، هذه هي اللي انا ندومونديو. يروحوا كاع، تروحوا كاع. صح. الوغ كو نورمالمون حنا هاد المبادره تاع الثوره الشعبيه راهي طمتنا، نورمالمون ننضموا حنا نديروا مبادرات تاع افكار تاعنا ديما متحدنا، رانا نتلاقاو هنا نتلاقاو في مارتي نتلاقاو لي فوندغودي نتلاقاو في لي كونفيرونس نتلاقاو، نورمالمون ميم هاد الشعب عنده مسؤوليه لازم يتحملها، لازم هو ثاني يبادر في النشاط السياسي، يدير يتنظم في مبادرات في جمعيات في احزاب، يتنظم من دوك ماهوش حاب دوك كيف لي ديبا اوسي لاميا ما راهوش حاب درك ان بو بارتو اكزاكتومون يتبدل من بعضاهم يفوق في حومتهم يديروا في الدار يديروا لوك نورمالمون ميم هذا عنده مسؤوليه باسكو الطبيعه ما تقدرش تفارق. ثاني من السبه تاعنا كامل حنا درنا العزوف على الانخراط السياسي، السلطه دارت واش حبت، تحب المرشح اللي تحب تزور كيما تحب ولا ما تصورش، هما يقدروا يديروا شحال باسكو حنا ما عسيناش الصناديق تاعنا، ما دعمناش مرشحين، ما قلناش عايت، ما درناش، انا غير في افون لو 22 فيفريي كنا كامل دي زوبسيرفاتور فو دير لا فيريتي نو مي ابري باش حنا نقولوا مرحله انتقاليه ولا هذه ولا هذه، لازم الشعب هذا او في ان فري سونداج باسكو تقدر انت تقول لي مقبل كنت تقول باللي كاين فئه ماشي قليله، واحد ما عنده لو فري سونداج، واحد ما عنده التسكيل الحقيقي اللي يقول باللي مرحله انتقاليه ولا مجلس تاسيسي ولا انتخابات بدون مؤسسات الدوله المنحازه للسلطه. فهمتني يا استاذ؟ دونك ميم حنا عندنا مسؤوليه لازم نديروها. فوالا ما قعدتش نهضر غير بالباتير مالي، نعاودوا لي المرحله الانتقاليه. انت طرحت الحل مرحله انتقاليه، انا جون بوفياس غير بوزي اون كيستيون، مرحله انتقاليه هذه كي تندار شكون راح ينصب الاعضاء، من ينصب لاي مده وكيفاش، واش راح يكون العمل تاعهم، المجال الاقتصادي والثقافي والبيئي وكامل المجالات كيفاش راح يكون العمل فيهم، باسكو الا تقول لي عام ولا عامين ولا ثلاث سنين
De l'autre côté, il y a le chômage, il y a la corruption, il y a beaucoup de choses à gérer. Sur quel programme on va travailler? C'est ça le truc, c'est tout le monde qui parle de marhala intiqaliya. Parce que je ne sais pas si on a dit qu'il y a de marhala intiqaliya qui va se dire. C'est aussi simple que ça. Donc j'aimerais bien avoir une explication par rapport à ça. Le même, le même que vous, vite fait, c'était ma question tout à l'heure, mais Gali Bilal ne pose pas jusqu'à dernier, puisque je vais partir. Outre maintenant, Bedoui, Gounaïroh, Gourahiro. Je rejoins un petit peu Sadiqa. Bon, Bedoui, Rahiro, le Hokumata à toi. Men, ça y est, Bedoui ou le Hokumata à toi, c'est un an à l'aïd, on a fait Esma, il y a l'an à fait Esma, où il a tout le talima, où même il repère, on a même repère. Men, ça y est, من سيخلو بدوي والحكومة تاعو باش نخرجوا من هالأزمة، وهل هذو لم يطلبوهم الحراك كما بن بيتور كما زوبيتاسور كما هضرنا تو طالور اسكو هذو يعني كون يدخلون في الحكومة تاعنا نقدروا نروحوا للكفاءة نجيبوا الانتخابات؟ بصح كي يطلبهم الحراك نهضروا دوكا نهضروا على دولة ديمقراطية، نهضروا بين الجزائر شرق غرب شمال جنوب. لحق صوتها لو قالت الأستاذ حنا أصحاب الجنوب صوتنا ماهوش يلحق. دوك أنا نحب نفهم برك الآليات، أنا ما راني نتبع حتى كورة فكري، باسكو لازم نفهم واش نتعلم. أنا إيش كنستخدم؟ أنا الاقتراحات تاع الأسماء واحد كي نديروهم على أي أساس؟ كومون فا لو فار؟ أسكو فا سوغتيغ أفيك دي بونكارت نديرو فيهم أسماء واد ويبغونا هذا هو السونداج، ساشون بيرتينامون كو دوك راه صراع بين الناس اللي راهي متخلفة في خرائط الطريق. كاين الناس راهي حابه تروح، انا جي بوكو دامي امو راهم حابين يروحوا انتخابات نزيهه. وبعد تشوف انترنت الناس تسب ناس باسكو اي سون كونتر مسار ايديولوجي ولا حل سياسي. دونك انا هذا هو البروبليم كي سو بوز. سيت ان فري بروبليم، سيت ان فري بروبليم، مشكل كبير. ولكن حبيت باش تطمئني، كاين في الجزائر واحد الحزب كبير، حزب كبير وحزب عظيم. هذا الحزب هو الشعب، حزب الشعب. الشعب الجزائري خرج بقوة، أعتقد في تقديري باللي في القرن الواحد والعشرون، أعتقد أنه أعظم ثورة سلمية وقعت في البشرية، على مستوى البشرية جميعا. هذا أمر مهم جدا، لازم كل الحوايج لازم نثمنوها، لازم نعطيو لها القيمة الحقيقية تاعها. إذن إحنا مرتاحين لأننا عندنا شعب عظيم، وأثبت ذلك في 22 فبراير إلى يومنا هذا. أيوة، إذن حاجة درك فيما يخص التمثيل، فيما يخص هذه المسائل كاملة. أنا دائما عندما يطلب مني يقولوا لي يا أستاذ حمين واش تقترح، نقول لهم نقترح حاجة، خاطر كي نهضروا على هذا الحوار وهذاك تاع السلطة وكذا يقولوا لي صح أوكي معليش واش تقترح. أنا نقول لهم الاقتراح تاعي واش هو؟ نفتحوا مجال للنقاش، ماشي حوار، للنقاش واسع. الدولة الجزائرية عندها إمكانيات ضخمة، تقدر تسمح للشعب الجزائري من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب باش يتلاقى يوميا، وتكون حماية الكافية باش يناقش، باش نتلاقاو كما تلاقينا اليوم ونناقشوا كل اقتراحات وكذا. تكون عندنا رؤية صحيحة، تبنى الرؤية. اليوم كل واحد من جيتو ما نعرفوش، ما تبناش، ما كاين تلاقاو هكذا. وربما هذا اللقاء هذا ربما كاين الكثير اللي راهم خذاو بعض النقاط، سواء من الأسئلة سواء من كذا، خذاو يعني فهموا بعض الأمور اللي كانت غامضة. كلنا يعني معنيين، ما كانش واحد فاهم خير من الآخر، ما كانش. إذن كي يكون هذا النقاش كي تفتح على مجال واسع، من بعد نستخلصوا لايف، نوصلوا ربما ناخذوا الاتجاه اللي يحبوا معظم الشعب الجزائري، خاطروا علاش تبرز الفكره تكون واضحه. اذا كان الشعب الجزائري قال نروحوا للمرحله الانتقاليه، المرحله الانتقاليه ماهوش معناه الذهاب في قال حتى ندخل وين كان، هذا كل واحد عنده راي فقط. يعني هذا ماشي راي، تساؤلات. لانه انا عندي لي انا راي اللي راح نعطيك الجواب، يعني الجواب اللي نقدمه عباره عن راي، ماهوش حاجه اللي ثابته وقال لا هذه هي. اذا مرحله الانتقاليه واش هو؟ نروحوا للانتخابات، الانتخابات تاع صح، باش نروحوا للرئاسيات هذه اللي راهم يقولوا نروحوا للانتخابات، لكن تكون انتخابات مضمونة بأتم معنى الكلمة. يعني الصوت تاع الجزائري
ما عنده وين يروح، يروح للصندوق وغدوه يخرج يروح للشخص اللي فوت عليه، ما يروحش هكذا. من بعد كي يخرجوا مجلس تأسيسي، مجلس تأسيسي نقدروا نخرجوا منه مثلا حكومة مؤقتة لتسير الأمور في المرحلة، ومن بعد تعكف على تحرير الدستور إلى آخره بصفة عامة بلا ما ندخلوا في التفاصيل. احنا في هذا النقاش صح في التفاصيل استاذ، حسنا يدرك بالك صح صح شوف الاليات لازم تكون خارطه واحد الاشخاص. معليش معليش شوف واش حبيت نقول واش حبيت نقول درك، اذا كان اجتهدنا ولقينا الحلول المناسبه الله يبارك، اذا كان ما لقيناش رانا عايشين في عالم، وهذا العالم فيه تجارب. عندنا تونس هنا برك هي مساندنا، كي تغيبنا كاع ما نلقاوش، نروحوا لتونس، نروحوا لشيلي، نروحوا للارجنتين، نروحوا للجنوب افريقيا، هالدول وقع فيها التحول من الديكتاتورية الى الديمقراطية، دائما هذا التحول يفرض آليات ويفرض ميكانيزمات اللي تخلي هذا التنقل يسير، الانتقال يسير بطريقة سلسة وفي الطريق الصحيح. إذن إذا كان ما قدرناش نعتمد على التجارب الغير، ربما نقحوا فيها نزيدوا ولا نقصوا وانتهى الأمر ونروحوا، يعني باش نقول لك في نهاية الأمر غير الحلول اللي تكون. فوالا تفضل بن غانم. شكرا لك. الله الله تفضل بن غانم. واحد ما تكلم عن في شيء دكتور الله، واحد ما تكلم عن في شيء فور نقطة هامة باسكو دي زوبزيرفاتور جاو قالوا لهم عطيونا في شيء ما حبوش ما نسمعوا سيلفو مستعفاك. تكلمنا على كلش الجمعة كامل خرجنا لهم، وتكلم حاجة ما نسيناها بالصح، واحد ما تكلم هم يهضروا على الجمعة مستحيل لهم، والله عليا اللي كانت تاع الفرطين بكري من قبل وكامل بالصح. الفيشي الكتورال ما زالهم يديوا الأصوات تاع الناس، المشكل عندنا احنا تاع الأخر الشعب اللي تهضر معاه درك الأخر فيها يقول لك أنا عمري ما سجلت روحي في الفوت، ما رانيش ميم با مسجل، ما كاش منها دارونا لا نقول كلمه بركه، دارونا لي كارت بيوميتريك نقدروا نديروا ان ابليكاسيون ديريكتومون، راه ميم الموتاي فوتيو بهم. انا واحد عندي تلت امكنه نفوتي فيها، نفوتي في صالون بين، نفوتي في تيليملي، ونفوتي في البيار. كاين بزاف اشخاص هكذا، كاين ناس بزاف راهم ميتين راهم يستعملوا الاسامي تاعهم ويفوتوا فيهم. اول حاجه اللي واحد ما تكلم عليها هي لازم يعاودوا كامل في شيء الكتورال هاديه، وهذوك الكارطه تاع بكري هذوك المارون هذوك نورمالمون يضموا الصف خلاص ما نزيدوش نتكلموا عليهم. عندنا كارطه الكترونيك يقدروا يديروا فيها كامل لي زابليكاسيون، ويعطيكم الصحه وشكرا. بارك الله فيك فؤاد. ها التليفون انا عندي ثلاث سؤالات برك، هادو ما باش الجميع يعرفوا واش نصدمت جماعه نسمعوا سي فو بلي. اليوم القعد جماعه ريحوا سي فو بلي باش نسمعوا جماعه مواضيع برك بالغانم. تفضل بالغانم انا سؤال تفضل جماعه ريحوا باش نسمعوا سي فو بلي. استاذ نورديو مرحبا بك مرحبا الله بك على كل حال. انا عندي تعقيب فقط قبل ما نهضر سير بوكلي جماعه ما ناش نسمعوا عندي تعقيب ان بو دو ريسبي على عندي تعقيب. هذاك الاخ جمال اضرار من الورقلا راه ما على باش واش قال لك بعض الولايات يا ماهوش عايش في الجزائري ولا ما على باش عايش أكثر من 38 ولاية كل جمعة أنا بيرسونال كاع يخرجوا. خلونا نسمع جماعة الله أكثر من 38 ولاية يخرجوا كم؟ كاين في ولد ما خرجوش جو سي با، مي الولايات كاع اللي نعرفهم الكبار كاع يخرجوا بالجمعة. دقيقة برك بن غانم دقيقة برك نحبسوا جماعة ريحوا باش نقدروا نكملوا. جماعة ريحوا باش نكملوا. جماعة ريحوا باش نكملوا سيلفو بلاد باش نقدروا نكملوا. عندي سؤال جماعه ريحوا باش نكملوا.
وتعطيب سليل الأخ حسين قالنا ما حبش جماعة باش نكملوا باش يجيسوا نروحوا سي بون لا لا خلاص كملنا قعدوا باش نديروا في امان الله بسلامة سبحان الله ويبوك سمعت وتعقيب الثاني اللي قلت قبل غام كريحوا كاع باش نقدروا نكملوا جماعه عبد الكريم سيلفو بلا ريحوا باش نقدروا نكملوا صح يا خوتي تفضل بن غانم بارك الله فيك عندي تعقيب ثاني قال لك بلي يقولوا انا كحل انا كذا هذه بالك السلطه من الشعب من 22 فبراير يقول جزائر الجزائرية خاوه خاوه هذه ما كاش منها الشعب ما عندوش العنصريه التعقيب تاع الاخ اللي قال لك لو فيشي الكترون هذا الكترون هضرنا عليه صافي بلوس دو ساموا اللي هو بالك انت ما سمعتش بلي هضروا بارمي نو كريم طابو لا باغي سو سا تو سامبلومون سمعنا بالك لكن هذا راك في يوميتري مازال راه ما كان في 4 مليون ولا 5 مليون مازال شي كان كاع عندك صح ما داروش مازال مازال اي صح سهله سهله اللي يهضروا عليها وين شنو غادي يسبيكي معليش فهمتي بارك الله فيك اي سون سون باغي سو سا وداروا لارو ماركاج عندك الدراري الصغار الدراري الصغار ميم اللي يدوا السيزيام وي تفرضوا لا كارت بيوميتريك اكزاكت الباسبور بيوميتريك ديجا فرضوه على الدراري ميم اللي يزيدوا يقول لك لازم له باسبور بيوميتريك تقدر تدخلوا ديجا في واحد بدك رومك بلي هذا هضر هضر عليه الاخ الكريم سبع شهور انا نتكلم يعطيك الصحه لا هضر عليه انا هضرنا هنا بارك الله يعطيك الصحه بارك الله فيك يا بو باش نروحوا الاستاذ انا نروح لك يتسمى دائما نحب الحاضر راك فيا صالح ايطالي التقارير الامنيه حول الانتخابات والقتاح هو يقول هناك الفتنه الصامته الاغلبيه الصامته من الشعب معنا باش نمشي نشدوا هذا يوسف يوسف دقيقه حتى يستطيع استدعاء الهيئه الناخبه ماذا يعني هذا السؤال الاول الكتله الاغلبيه الصامته باش يستدعي الهيئه الناخبه ما فهمناش ماذا بك تفهم السؤال الثاني يقول النظام للاسف بعض السياسيين من الاحزاب الحوار الشعب مع الشعب اليس 48 ولايه منذ 7 شهور المطالب تاعو واضحه المطالب تاعو يتحاور المطالب كاع في 48 ولايه كيف كيف السلطه غير شرعيه ولجنه غير شرعيه وحابين والبرلمان غير شرعي قال لك نديروا حوار غير شرعي لتثبيت الشرعيه ماذا بك فهمنا هذه يا شيخ باسكو الشعب بدا تلف هذه الاسئله بارك الله فيك شكرا انا جوابي لهذه الاسئله انا اعتقد كاين الشعب من جهه والسلطه الفعليه من جهه اخرى السلطه الفعليه راهي خلني بغناها حنا رانا بالمواقف الثابته والواضحه تاعنا انا في تقديري ما نهتموش بخطاب السلطة لأن السلطة راهي تسعى باش تجدد نفسها هذه فقط خطة دارتها بالانتخابات الرئاسية تصوروا كشي حزب قدم مترشح منا تقريبا شهر ديسمبر يديروا الانتخابات كشي المفروض المترشحين راكم تشوفوا في العالم كيفاش الامور تمشي لا يعني كيفاش في دوله قائمه بذاتها في دوله يعني اللي تسير بطريقه عاديه تمشي بالقانون المترشحين يخرجوا من الاحزاب قال انايا او في الانتخابات في الولايات المتحده مثلا وكذا راهم درك الحزب الديمقراطي راهم في التحضيرات لي باش يخرجوا المترشح تاعهم تاع حزب بعد باش ينافس مترشح اخر تاع حزب الخصم هذه هي العمليه ما كاينش طريقه اخرى هذا يسميوه تعيين ويقول لك في غطاء تاع الانتخابات هذا مجرد تعيين وهذا التعيين من المؤسسه العسكريه يعني هي مع الاسف الشديد لازم نقولوها
من 62 إلى يومنا هذا، والمؤسسة هي التي تعين بما في ذلك بوتفليقة، هي اللي تعين الرؤساء وتتحطهم على رؤوسنا وتقولهم بعد دير الواجهة تاع الانتخابات الواجهة الديمقراطية إلى آخره. في نهاية الأمر شكون هو المستفيد من 62 اليوم؟ يا هل ترى الشعب هو اللي استفاد؟ العشرين سنة الأخيرة يعني دخلت أموال طائلة، وراكم تشوفوا الشعب عنده الحق، قال كليتوا البلاد يا سراقين، ولو هما يعطونا الدليل، هما اللي دخلوا زوج رؤساء وزراء، زوج رؤساء، ويحيى مع السلام، وين صرات؟ وين صرات؟ وين راهي هاد الدولة هاد البلاد اللي دخلوا زوج رؤساء وخلينا والوزراء؟ هذا مازال هذا سي لا بارتي ايمرجون دو لايسبيرغ، مجرد يعني حتى لباس. مازال الخير، مازال الخير، مع الاسف خير كبير. هاد الاموال الطائله لو كان خدموا بها البلاد، لو كان اليوم تظهر على الشعب، لان الجزائر غانيه، من اغنى دول العالم، 40 مليون بالنسبه لبلاد راهي قاره الجزائر. لو كان كنا نعيشوا عيشه ماشي برك الكرامه، سلاطين نعم. مع الاسف الفقر وصل درجه لا تطاق، التعليم في تدهور، الصحه كذلك، هما يروحوا هما كيمرضوا توجعوا غير سنتو يروح للخارج، والضمان الاجتماعي هو اللي يتكفل به، يعني بدراهمنا. ها الوضع اللي رانا فيه اللي لازم يتغير. لوبيتال ميليتير كاين دي بروفيسور يخدموا في فرنسا في لوبيتال 15 في الجزائر، كارثه. هما عايشين والشعب راه هاي هو الوضع كيفاش تاع الجزائر، سبيطار تاع الجزائر اللي عندي. لو كان جي جورناليست يخدمنا عايش في باري، يما مرضى تزيتها باش نقاويها في لوبيتال 15، يخرج لي واحد وكان يسمع في باري ويخونوا في الناس على في الانتر. هذه كارت فيزيت تاعي، اروح داوي قال لي هنا رانا في فرنسا تخصها بزاف دراهم. كيفاش هذه الدولة يخدموا لها ويخدموا لها يروحوا كاع الخرطي من الخرطوش الفس تاعينا منه. اهضر اش راه القانون جماعة. نشكر أستاذ أحمد على كي جانا من الغواط، يعطيه الصحة. مشكورين على هاد الحال، ولا غنوليو في خير. خذها مني والله، غير نقول لك ولا غير نهار ما تمدلسي، نهار ما تمدلسي في بن عكنوم في الجبانة، يجي له بارح كمني منا ما نعرفو ما روح الجبانة، يجي له بارح كمني منا داخل الجبانة، سلة لوقف منا الاخر جاو لي ديفيتي تاع الصحراء جايين بالقناضر ديالهم يخزر فيهم يضحكوا عليهم، معاهم باباش معاهم زوخ يضحكوا عليهم. قالوا كيفاش تقولوا ارقص بالقبايليه هذا سلال؟ قلت له عيب عليك، هذو جاوا مساكن الجنازه، رانا في الجنازه كي دفنوا الاخر يجيو يسلموا كامل تما بدا الحراك. نقول لك قلت له لهبيري، قلت له هذا المدلسي اللي مات، قلت له يا درجرته منين هاي صحت له يتدفن في بن عكنون؟ قال لي نقول لك حاجه، قال لي والله ما نزيد نضرب طاره هنا، جينا خارجين ويجي يقول يسلم عليا يجيب الاخر، قال لي تشبه لي هذاك مينيست دو جوستيس، قال لي تشبه لي، قال لي تسلم عليا الباب تاع برا. والله غير الاستماق صح البلاد. استاذ احمد معه يوسف يعطينا نشيد وطني قسما قوي بان عاون قسم جماعه يا جماعه يا ربي كملوها قسم قسم قبل ما نبدا وصلنا فينا راه يوسف راه في الغيظه تمام باين غيظه جماعه طلبه قسما بالناجيات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات من الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا في حياة الأوملات وعقد العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 ما كانش الفوط يا صحاب الكاسكرات ما كانش الفوط يا صحاب الكاسكرات ما كانش الفوط
يسحب الكسكروك ما يمشي الفوق حكي يسحب الكسكروك.